متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في الجزء رقم 9. كيف ما العاده غادي نبلبلوها في هذا الجزء هذا باش اوتوماتيكمون نلوحوا للجزء رقم 10. يلا الخوت بينوا لي المحاربين باش حتى انا نبين لكم. يلا بيس لكم كاملين. من بعد الوقت كامل اللي دوزت في الحفره والماتشات كاملين اللي لعبت وربحت، ملي جمعت 3 مليون كان عليا رجعت الغدا بما ارتحيت، ولكن لا، انا قررت نقمر بها كلها مع ولد الشرقي اقود واحد تمايا. وهنا تكلخ ديال بصح. ملي طلعت فوق الحلبة حسيت براسي ضيخ والطاقة كلها مشات ليا. وهنا كنت بريكول ساهل لولد الشرقي، شدني ويبطبطني عصا، ايوا طيحني كاو في الاخر. خرجت بحالي وما مصروطاش ليه، ضيعت كلشي، 4000 درهم والرباح. طلعت للدار وبقيت كنقلب على شي حاجة عندها قيمة باش نبيعها ونرجع نقمر بها. بقيت كنقلب ونلقى واحد الدبليج ديال الوالدة مسكينة، كانت كتموت عليه، كان طالع الوالد الله يرحمه. نعس هاد الليلة ارتاحيت، وفي الصباح فقت فطرت ومشيت عند الذهبية باش نبيع الدبليج. تا واحد ما بغى ياخدو من عندي، كيسحاب ليهم شافرو حيت الورقة ما كانتش فيه. المهم بعتو تقريبا ب 3000 درهم ومشيت ديريكت للحفرة. بقيت كنقمر بيها وكنتكي في عباد الله، كنقمر وكنتكي في عباد الله حتى جمعت واحد 4 مليون. وصلت الست العشية، خوكم كاو ديال بصح كاو، تهلكت، ما بغيتش نعاود نفس الخطأ. رجعت بحالتي للدار وبقيت كنشوف ديك 4 مليون. مازال غادي خصني 56 مليون. واو واو. فقت الغد ليه مشيت عند والدة نشوفها، لقيتها ولات شويه الحمد لله. بست ليها راسها وقلت لها الوالدة انا غادي نمشي نترينو ورجع عندك الوالدة، الوقت كيدوز دغيا وخاصني دغيا نجمع الفلوس. ما بقاش الحال، دقيقه واحده كتضيع كنخسر فيها بزاف. المهم مشيت للحفره، الماتشات الاولين ما لعبتش بزاف، بقيت كنسخن شويه. المهم جبت فيهم واحد الرباح ديال مليون، ولات عندي 5 ديال المليون. بقيت كنتسنى حتى العشيه، حتى جا ولد الشرقي. والغريب في الامر انه ما لعب حتى شي ماتش، بحال كان عارفني غادي نتحداه وبغى يبقى بالسوفل ديالو كامل موجد ليا. المهم عطيت لخونا 10000 درهم، قلت ليه سير تحداه. من بعد ربع ساعة جا الوقت ديالنا بجوج، الوقت ديال الكومبا ديالنا. طلعنا فوق الحلبة وبدينا الماتش، ضربة مني ضربة منك. من بعد جوج دقايق وانا غير كنسخن خليت لي الفرصة باش يضربني، ضربني ضربة خفيفة لوجهي وانا نطيح، زعما راه غيبت كاو وانا نخسر. خونا فرحان وراه عاشق عليه، ودوك خوتنا اللي كيقمروا عليه فرحانين غيزهاو مع الشرقة الليلة هادي. المهم الخطة اللي كانت عندي صدقات، نط وبديت كنخسر في الهضره وكنقول ولد الشرقي شي انت يا بيضك، انت غا كلب ديال هاد الخوتنا هادو كيقمروا بيك، شي انت يا بالرب وندير فيك راسي حتى نقسمك. نض واحد من هادوك خوتنا اللي كيقمروا بيه ويقول لي امالك اخونا، ياك ما بقات فيك الفليسات اللي دينا لك. قلت لي لك انت راجل نعاودو ماتش اخر. قال لي سير ولدي سير ولدي تنعس، الفليسات ديالك غادي يمشيو لك. قال لي شي انت تربح ولد الشرقي بالرب تاخذ 30 مليون وهذه الكلمه اللي كنت باغي نسمع. قلت لهم سمعتوه سمعتوه ياك؟ قال غادي يعطيني 30 مليون اللي ربحت ولد الشرقي. وسمعتوه كاملين؟ خونا شافني كندوب ثقه في النفس تزرع، وحيت كانوا تما غل الناس الملعقين، يعني ما يمكنش يخوي بكلامه، ولا خوا بكلامه غيبان دري صغير. قلت لي باش نكونوا منطقيين، انا غادي نقمر ب 4 مليون وانت غادي تحط 30 مليون. اوكي بقى كيشوف ومتردد، في الاخر وافق. المهم من بعد نص ساعه بقيت كنوجد راسي، وجا الوقت اللي غادي ندير فيه كومبا انا وولد الشرقي، وهاد المره كومبا بنوع اخر. طلعت انا ويا فوق الحلبة، بقينا مني منك مني منك، خونا كيغاردي مزيان وانا كنقلب غير على داك البوان اللي غنضرب فيها الكروشي ديالي، لان متاكد غادي نزعزعو. كي غاردي مزيان والو، عييت ما نضرب والو، خونا كي غاردي وكيد او اون ميم طون كيضربني. وليت خايف غير
تفرت لي شي ضربه يصدق نطيح نيكا ولا شي حاجه نادي 4 مليون اخرى مشكله هذه. المهم بقيت انا وياه تقريبا شي ساعه وحنا مطايفين لدرجه ولينا كنعرقانين بجوج وسخفانين بجوج، وانا مازال كنضرب بحاول كنضرب باليسريه ومخلي ديك اليمنيه مشارجيه يعني كنتسنى غير ديك الهفوه. وداك الشيء اللي وقع، خونا ضربني تحنيت لي راسو خويت عليه ويتبان لي النقطه اللي غادي نضرب فيها. خونا بقى مستوه، ضربت بالجهد، ضربت بكل قوه، خونا تنشر فوق الارض كاو، كلشي بقى مصدوم تمايا او مصدومين. حيت ولد الشرقي هو اللي كان حاكمه، كان ديما كيربح الماتشات. كاع الدراري اللي كيلعبوا في الحفره راهم ابطال مغاربه، كانوا في المنتخب ولا ما بقاوش باغيين يكملوا، بغاو يختصروا الطريق حيت الطريق ديال المنتخب والاولمبياد وكذا شويه طويله وفيها فلوس قلال. داكشي علاش كلهم قرروا انهم يقمروا في الحفره ويدبروا على الصريف، وداكشي اللي كان كيدير ولد الشرقي. ولكن دابا ضربت لي الكارير ديالو كله في الزيرو، وليت انا هو البطل ديال الحفره. جوقات علي الدنيا وكلشي كيتصور معايا. المهم انا ما همنيش هادشي كامل، خديت الفلوس درتهم في الساك وانا تم خارج. يلا فت الحفره شويه ويتوقف عليا طوموبيل كحله، حلو الزاج وقالوا لي طلع. لقيت واحد رجل اعمال تما خانس فلوس، حتى هو كان كيقمر في الحفره، شافني وقال لي طلع ولي طلع طلع نوصلوك. المهم بقيت كنشوفه متردد وانا نطلع معاهم. طلعت ويقول لي تبارك الله عليك، ما كنش كنعرف القيمه ديالك باش طيح ولد الشرقي بكاو، تبارك الله عليك. قولي يا بعدا كيفاش حتى قررتي تجي للحفره؟ حيت عمرني شفتك وهاد الايام الاخرى وليت كنشوفك بزاف. عاودتي لافير ديال الوالده مسكينه وكذا، وقلت لي بلي خاصها 60 مليون 60 مليون باش دير عمليه. وقال لي شوف انا غادي نعاونك، غادي نعطيك الكماله كامله، والوالده ديالك ان شاء الله غادي دير العمليه، ولا ما قدرتش دير العمليه هنايا نقدر نصيفط لك حتى لاوروبا دير العمليه، ولكن بشرط. قلت لي قول لي. قال لي غادي تولي معايا في الفريق ديالي وغادي نصوروا الفلوس انا وياك. قلت لي زعما شنو؟ فقال لي اه في الحفره. عطاني كارت فيزيت ديالو وقال لي حنا مزربانينش، تتفكر على خاطرك ومرحبا، وملي تكون مستعد عيط لي. اوكي. المهم وصلوني حتى الباب ديال الدار، نزلت وطلعت وبقيت كنفكر في الهضره ديال خونا هذا وفي المصير ديال حياتي. ولكن دابا ما كتهمني حتى شي حاجه من غير الوالده، يعني عارف راسي غادي نبقى ساجين ديالو، غادي نبقى بيضق ديالو من الاخر، ولكن ما كيهمش. اللي كيهم دابا هو الوالده، الوالده خاصها تصح وتعيش. دوزت هاد الليله وانا غير كنفكر شنو ندير وشنو نفعل. المهم فقت في الصباح وديريكت عيطت لذاك الراجل اللي بروبوز عليا الكماله ديال الفلوس. عيطت ليه وقلت ليه شوف انا محتاج 30 مليون دابا تكون عندي حدا الدار، وانا موافق غادي نكون معك. قال لي شوف نص ساعه غادي تكون عندك وغادي يوصلوك فين ما بغيتي، يلا باي باي. وداك الشيء اللي وقع. من بعد نص ساعه جات عندي طوموبيل، عطاوني الفلوس وقالوا لي فين غادي تمشي، يلا نوصلوك. المهم ركبت معاهم ومشيت درت للسبيطار، وصلت لاكاي وعمرت الدوسي ديال الوالده وعطيت الفلوس كاش 60 مليون وشاطت لي 4 مليون. اي الحرام ساهل دير بيه الفلوس، ولكن كيبقى حرام وانا ما عنديش حل، ما عنديش بديل. اهم حاجه دابا هي الوالده تصح، وهادشي اللي كنفكر فيه. المهم عطيت للطبيب الملف وقال لي صافي ان شاء الله غدا غادي نديروا لها العمليه. داز الوقت والوالده دارت العمليه ونشحات ليها، فرحت بزاف من كل قلبي. رجعنا للدار ورجعت الفرحه ورجع الضحك ورجع الامبيونس. كلينا انا والوالده تعشينا وبقينا كنتحدثوا. من بعد ربع ساعه غادي نسمع كلاكسون ديال الطوموبيل، غادي نطلق غادي نلقاها الطوموبيل ديال خونا. قلت الوالده عندي لونطريمون دابا. قلت لي او عندك لونطريمون بالليل؟ قلت لها اه، وليت كندير الصباح والليل باش نحاول ريكيبيري مزيان. قلت لي واخا ولدي
سير الله يرضى عليك والله يسر لك. نزلت مشيت مع خونا وصلوني حتى للحفره وجلست نمشي مع مغلق انا وخونا اللي خلص عليا فلوس. انا تسيف عليا ولات الهضره ديالو مبدله ما بقاش كما كانت في الاول. قال لي اسمع ولدي ما غاديش نبقاو ديما كان صوني ولاك كلاكسوني ولاك باش تجي للحلابه. خاصك الوقت هو الوقت. الوالده ديالك راك عتقتيها الحمد لله ولكن دابا راه وقت الخدمه. واش كتفهمني ولا لا؟ دابا انت تعطلتي ساعتين ضيعتي ليا ثلاثه الماتشات. ثلاثه الماتشات يا ولدي راه كنصور فيهم فلوس. واش كتفهمني ولا لا؟ كنصور فيهم فلوس صحيحه. يلا نوض لبس حوايجك وجد راسك غادي تلعب خمسه الماتشات. قلت ليه كيفاش؟ قال لي كما كتسمع خمسه ديال الماتشات وغادي تعوض فيهم دوج ماتشات ديال الخمسه والسته. يلا حيد من حدايا. نطو بقيت كنشوف فيه. اوه اخر ايام كان نبيل غادي تولي بيضق. قلت لي خويا شحال غتعطيني في الماتش؟ قال لي في الماتش اسمع شريف عطيتك فلوس صحيحه غادي تبقى خدام معايا عامين. عامين عاد تكملها. واش كتفهم؟ عامين. يلا سير حيد من حدايا. اوه اش درت يا نبيل؟ بقيت كندوي مع راسي وكنلوم نفسي وكيفاش غادي ندير نحل هاد المشكل هذا. هاد خوتنا دير معاهم ها ولا ها بالرب حتى يقتلوني. المهم وليت كنلعب الماتشات وكنربح الماتشات بزاف وخونا فرحان راشق عليه. دوزت تقريبا سيمانه بحال هكا. واحد النهار طلع لي الدم ديال بصح. طلع لي الدم صافي انفجرت. كشديت خونا شنقت عليه كنت غادي نخشي لمكروش. بقى كيشوف فيا قال لي ضرب اش كتسنى؟ ضرب ضرب. وملي غادي تمشي للدار غادي تلقى الوالده ديالك ميته. اسمع ولدي راك ما عارفش راسك معامن. صافي اللي وقع وقع. دابا غدوز معايا عامين نصور معك فلوس صحيحه. اوكي نصور معك فلوس صحيحه وتنتا غندبر لك مره مره. ما عندك ما دير. وإلا فكرتي انك باغي دير شي حاجه حياه دير امك تكون في خطر. فهمتيني؟ حياة دير ماماك غادي تكون بين يدينا حنايا. واش كتسمع؟ واش كتسمع مزيان؟ واش كتسمع؟ قلت ليه سمعتك مزيان.